15 ساعة وما زالت فرق الأنقاض تعمل على رفع الأنقاض في هذا المبنى الذي استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية في بلدة الصرفان دقة مدينة صيدا. شهداء وجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منهم من نزح من بلدته ظنا منه بأن هذا المكان سيكون آمن، ولكن ارتقوا شهداء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المناطق المأهولة بالسكان. دمار كبير خلفته هذه الغارة ليس فقط في مكان الاستهداف، إنما في الأماكن المحيطة في المبنى المستهدف. كما تشاهدون بعين الكاميرا، هذا أحد المباني الذي تضرر نتيجة هذه الغارة، إضافة إلى آليات وسيارات المواطنين المركونة إلى جانب يعني هذا المبنى. هذه المنطقة منطقة سكنية لا يوجد فيها أي عمل عسكري في كافة المناطق السكنية في الصرفان. صحيح أنه هي الآن هي مركز نزوح، ولكن ما زال يعيش بالصرفان حوالي 2000 عائلة. هؤلاء 2000 عائلة موجودين بهذه البقعة السكنية اللي عم تشوفها. تعرض المبنى لهجوم رغم عدم وجود أي مؤشر من مؤشرات العمل العسكري. نرصد وإياكم بعين الميادين ما بداخل هذا المبنى. هذه هي دراجة عائدة لأحد أطفال مجزرة بلدة الصرفان أيضا، وفي نفس الوقت هذه هي دماء يعني شهداء هذه المجزرة. قدر هذه البلدة كما هو قدر العديد من البلدات والمدن الجنوبية أن تقدم التضحيات في مواجهة العدوانية الصهيونية دفاعا عن لبنان. جمال الغربي، بلدة الصرفان، جنوب لبنان، الميادين.